de blaster que bête l'émission. Tout de suite, هذه nouvelle génération. Pardon? Ah oui, faites attention. Tarak El Hanachi dit ma hadra ma yebdachi. Merci. Dali, Dali Tunsi. Barsha énergie, ah oui. جميلة الفريق هذه اللي ديال العسلي. مروه المزين اقوى مقلد يا فنان. احمد العجيمي ما تنساش ليدوان. واه ولا ندوان. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. يا فاهم احلى راديو. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. موعد جديد من نوفيل جينيراسيون متوا حتى للعشرة متاع الليل الخميس 28 اكتوبر 2021. تحيه للناس الكل داخل تونس ولا خارجها واحده واحده كالعاده في الكي اس اي. تنجموا تابعونا على شين يوتيوب اي اف ام تي في ولا على الباج فيسبوك راديو اي اف ام. الفريق حاضر كالعاده في اوج العطاء بدايه بليد العسلي. هلو هلو مرحبا بك طارق ومرحبا بالعباد اللي تسمع فينا وتتفرج فينا على اي اف ام تي في. احمد العجيمي بونسوار. بونسوار طارق ومستمعين نوفيل جينيراسيون. نحب نقدم تحيه للممثل رمزي سليم. عيد ميلاد زواج البارح هو مرته. تحيه ليه ومرته ولده ونقول لهم عيد ميلاد زواج سعيد. وعيد ميلاد سعيد زاد انت طرحنا حطينا هابي بيرثدي بون انيفيرسير. اوكي سلموا عليه رمزي سليم والمستمعين الكل. معنا مروان بوزين في القياده. مونغاتي مونغاتي مونغا سور عاصمه. مرحبا بكم في نوفيل جينيراسيون من توا حتى للعشرة متاع الليل. يعود معنا بلال عريبي. عاصمه مرحبا بكم الناس الكل. احنا ناس احلى راديو اي اف ام سبيسيال ديديكاس التكسيستيه. ونحب نقول الناس اللي سالت عليا البارح راني رجعت ليه لاباس مانيش وحكه صحيه الحمد لله جوست تغيبت نهار برك وميرسي للناس اللي سالت عليا الكل. احنا قلنا البارح وحكه صحيه. ليه يدي بشويه طيب. ساعه كي نقولوا للعباد وحكه صحيه على كرونيكور يعني نكذبوا على خاطر وحكه صحيه تجي للسياسيين. صحيح انا نعرف سياسي يجي وحكه صحيه رئيس دوله. كرونيكور شنو كرونيكور نقول قريب عنده قضيه ولا مش في الموت. لحظة عنده قضيه ولا تورناج. الكرونيكور هو الكرونيكور سياسي زاد يكون محايد يكون شنو كرونيكور بالعربي. الكرونيكور يعني كما نقولوا احنا سياسي. سياسي منتقد يعني ناقد. احمد العجيمي تفضل بابا. الامور هاني يا صاحب خير كل الحمد لله بسعاده وهنا اتنفس كالعاده في الحياه. تو لو كان يتنحى الكذب جمله من الحياه شنو اول جمله تجي لمخك باش تقولها لي؟ خدمتك وفات. عليه خاطر الراديو طارق عليه تبدا تنبأ لي بهالحاجه ذي. ما قلت نحى الكذب. اي يلا تويت اول فقرات البرنامج. لو كان قل لي اي شنو لو كان ترى لو كان اي احمد العجيمي اي انت راقد في داركم. انا راقد في دارنا وانت دخلت عليا ولا شنو؟ انت راقد في داركم. شنو معناها لو كان انت راقد في دارك؟ يعني نرقد على اساس معناها وضعيه خياليه. العاده يبيت في بلاصه والله خلية. مره بركه ما عملوا لكمش وضعيه خياليه. شو كيفاش وليتوا باهي يا خويا جدا في الليل لو كان راقد في داركم في الليل. ايوه انت وين تبيت الساعه؟ نعرف انا شك فيه يرقد في الراديو ترى فوالا في استوديو 2 لو كان انت راقد في داركم باهي. احمد العجيم قل لي مع السته بتاع الصباح راقد في دارنا. انا نقوم الخمسه ترى شنو نقوم الخمس. لو كان انت راقد في داركم وضرب تليفونك احمد العجيم هزيت انت لزيت انت انا هزيت باهي. الو عسلامه مع احمد العجيمي. اي شكون معايا؟ معاك البنكيجي نتاعك تفضل سي منير بن صالح المهدوي. المهدوي اما خايف لو كان خلي منير بن صالح يخدم في بنك سي منير المهدوي. اي حبينا نقولوا لك اللي البنك راهي اتسرقت. اي اسم الخيال فما واحد اسمه منير بو صاحبتي سي منير المهدوي. تحيه لي تحيه لي اما بالزهر صدفه. أي. يا خويا صالح العرفاوي. صح العرفاوي بو صاحبي. كمال الينوبلي راهي في الحبس. مي معاه. اي انا مي مع البنكيجي نتاعك. حبيت نعلمك اللي البنك راهي اتسرقت ومن ضمنها الكونت بتاعك. مي معاه مورد العدو. اي اي شنو حبينا نعلموك معناها سيد احمد باش ما تفاجئش ولا تقول راه ما في باليش ولا فلوسي وين. اه بي نعاود نعلق تليفون طارق. اي نكلمهم من غدوه. اي الو عسلامه. اي يقول لي مي معاه. اي نقول له راني انا البارح نصب مليار في البنك نتاعي. اي يا اخي تسرق لي في الثنيه. ايش تحبنا نعمله؟ جوست حبيت نعلمك برا. اه واحنا لازمنا نصب زوز مليار فوالا. بي مروان بوزيان عاود لي الوضعيه. انت راقد في دار صاحبك. اي مقدم الساهر مروان. أي. صحيح راقد في دار صاحبك. تقلبت على اليمين تقلبت على اليسار. ضربت تليفونك. اها هزيت تليفون. ايه الو عسلامه معنا مروان بوزيان في تليفون. الو خويا الو معك احمد الصالحي.
أوي خويا مرحبا بيك. البنكيجي متاعك؟ أهلا أهلا خويا لبيك. حبينا نقولوا لك. قول لي. اللي البنكر اي تسرقته من ضمن الفلوس كنتي. اي شاكين فينا معناها؟ لا حبينا نعلموك. شو يجي أقول لك؟ فجعتني قايمتني من النوم وهي تعب يعني بيه كربي. فجعت سخاب مكتبة العمومية أنا تسرقت. خاطر المكتبة العمومية هي اللي فيها الثراء. أبون. فهمتني مش في البنوك طارق الثراء. ملوين. الثراء في رفوف خزينة الوالدة. بلا العريبي. باب البيه. حذر روحك يجيك تليفون شويخ. ليديا العسلي. أي. مشيت لعيد ميلاد صاحبتك. هزك النوم وبت في دار صاحبتك. أي. باهي. في الأثناء ضرب تليفونك ودي ريختك. مع 8:30 9:30 على الصباح. الو عسلامة معنا وقت ايه؟ 8:30 9:30 متاع الصباح. الو عسلامة. عسلامة. ليديا العسلي. اي. صباح الخير. صباح النور. معاك اكرم العفيفي. تفضل سي اكرم. انا المساعد متاع البنكاجي متاعك. عنده مساعد هو البنكاجي كمل ايه؟ حبيت تسرقوا مع بعضهم. حبيت نقول لك اللي البنكة متاعنا وللاسف راهي تسرقت ومن ضمنها الكونت بتاعك اختي ليديا. احلى ماتينال مع اي اف ام الفايقين ذي الميسون فايقين ان شاء الله مبروك عليك ساني ذا لا مش نضال سعدي بالحق احنا البنكة تسرق شو جا نقول لك عايش خويا هو اصلا شو جا نقول لك البنكيجي تاعك حتى كان مساعد مي بنكيجي اي جا نقول لك لا يا ميت مقينا على الاخر يا برو يا برو ما فهميش فلوس اصلا في البنكة ايوا واللي ذي بالحق ان شاء الله تكون فايقين واحلى ماتينال في اي اف ام يا بنت الناس اي الكونت متاعك تسرق والوالدة متاعك زاد عندها الكونت معانا زاد تسرق الكونت متاعها يا ودي حتى أمي ما عندهاش فلوس في البنك مقينة ترفر عزوز علينا على أمي على أختي على أخويا مقينة ورس أخويا مقينة سير ما عندكمش شو خبي عليك تاوينا بيناتي نوايك معانا سير ما عندكمش فلوس آخر كلمة سير مريك ما تحب حاجة أخرى حتى شيء بي اسمع أختنا من الفلوس واختنا من الفلوس أمي وفلوسيينة وفلوس الدار شو نحوين نذار نذار ما هوش معانا بلال العريبي قولي بيا مروين قولي حاجة ساعة شبيك الو السلام اخويا مرحبا بيك اهلا شيخ راشد يا مرحبا حبينا نعلموك انا حب البي دي جي كلمك ولكن اعطاني انا الكلمه اي نعطيك اسمي ولا مش مهم شو افضل احمد الترابي مرحبا بيك سي الترابي وبتراب الجمهوريه الكل حبيت نقول لك راهو البنكه ما فماش قيس في البيع لا لا لا, لا. البنكه نتاعنا تسرقت ومنها الحساب الجاري نتاعك يا رجل الله ما يزيش مجمدين وتسرقوا شل عام الحرف هذا يا أما نحب نطمنك على كونتواتك في البنوك الأخرين راهم زادة تسرقوا هذه توريطة أخرى أنا ما عنديش حسابات في البنوك عندي حسابات سياسية أي أنا إن شاء الله تو تتحل بشوية ولكن بنكية عند جماعة أخرين تنرجع شوية خلال الحسابات البنكية بلال العريبي ألو راقد في داركم ألو ضرب التليفون الو عسلامة بلال العريبي معنا عسلامة بونجور شكون معايا معاك البنكيجي بتاعك مرحبا يا سيد حبيت نقول لك راهو البنك تسرقت مالوريزمون والكونت بتاعك سي بلال تسرق قداش نعرف المونتون اللي تسرق من البنك تسرقوا 4 مليار اباي 4 مليارات اي اقعد معايا لحظه بربي نعمل تفضل 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 شنو باش تعمل نعمل تليفون صغير تفضل 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 نعمل تليفون ونرجعوا يلا تفضل الو وي احمد يا اخي مش 3 مليارات قلت لي سرقنا في بالي 3 مليارات سامحني سي البنكيجي قل لي المليار الاخر وينه انا مليار نحن سرقنا كان 3 لو تو نشوفوا المليار الاخر وين تو نسلوا حتى رئاسه الجمهوريه عليه بعد شويه فاصل صغير وراجعين 9:19 دقيقة رجعنا معكم في نوفيل جينيراسيون واصلين حتى العشرة متاع ليل يميني مروان بوزيان مونكاتي شمالي ليديا العسلي هلو هلو أحمد العجيمي أهلا وسهلا لمتابعين نوفيل جينيراسيون 9:10 متاع ليل معنا بلال العريبي أقوى سبيسيال ديديكاس للتاكسيستي الكل سلموا على تاكسيستي الكل كرهونا تاكسيستي نقولوا ليل نحبهم التاكسيستي تلمون والله عاملين معايا برشا خايبة أي. نحكي تلمون وقفهم من 5 على شيء فلاك ما همش موجودين أي. سكر مش موجودين أريان ما همش موجودين يخرج يقطع سعيد دورجك انت انا تاكسي اللي نوقفو لا لا مثال اما عملوا سبيسيال ديديكاس على خاطرني نحبهم برشا وخاصه انك رجال الكبار شبيك نازل في الليل لا طارق ليه ما بحق ظلمهم بليل ظلمهم بليل خاطر حتى رادس مش موجودين والزهره مش موجودين لا لا سبيسيال ديديكاس ليهم الرجال الكبار اللي يخدموا على رواحهم في الليل تلقاها انتريتي من خدمه وعنده تبارك الله كراوات وكل شيء ويخدم على روحه ربي عين تحيه للتاكسي الكل ربي عينكم وتحيه في الاستماع مروان بزيان قال لي اخبي لخذينا راي راجل
كانوشي في البنكة حبينا بعد سرقة البنكة ذي قيس سعيد اسكو عنده تدخل ولا شو ايش نقول لك سيد رئيس توا لي في حاجات أخرين ما أهم مدام سامية طبعا. لأنه الفساد هذا متاع مليار يعتبر حكاية فارغة متاع مليار يعني مليار هذا يعني ما عملش بيه حويسة في مليار نمشي بيه نقضي بيه من تركيا وروح نقصى فلوس معناتها مليار سيريان فمشاكل ما أكبر وسيد رئيس الجمهورية توا خلى تليفونه عندي ودخل قاعد مع محمد عبد وقاعدين يتعشوا تنطلبوا على نومه سي محمد عبد تنطلبوا على نومه سي محمد عبد ألو على السلامة سيد رئيس أهلا وسهلا مرحبا بك أنا وبفريق وفعل جينيراسيون كيف عرفت اللي احنا نقول جينيراسيون يعني انا اعتقت بمثل هذه التفاهات معك احمد العريبي البنكيجي نتاعك مرحبا مرحبا البنكيجي نتاعك قبل ما تدخل القصر تعلمنيه لا اي حبيت نامك يا سيد الرئيس اها اللي البنكة سرقت الله كيف صار هذا والحساب اين الامن والحساب نتاعك اين تقع هذا البنك اين يقع في الكرام ثلاثة مش معقول يعني كيف يعني صرخ اذا اشك في رئيس بلديه الكرم فتح العيون هذه عملها لعيوني لا لا خاتي لانه هو زاد الكونت بتاعه تسرق دونك هو هذه يعني طريقه للتضليل ولكننا سوف نقوم بتحرياتنا ماذا تريد يا محمد عبو انا في الهاتف مع طارق الحنش ماذا تقول عن سرقه الاموال هذه بسرعه يلا اسرقوا اموالكم اسرقوا ذهبنا اسرقوا مجوهراتنا ولكن لا يمكنكم أن تسرقوا عزيمتنا في محاربة الفساد أي مش مشكل خلي عزيم تكون الفلوس عنا تتويت القصبشي عسلامة مرحبا بكم في القصبجي لليوم طارق حناشي وزملائي اللي حاضرين باش نحكي عليش يا طارق احنا طلعنا جيل مضطرب جدا معناها طلعنا جيل داخل بعضه شوية سكيزوفرين نوعا ما بما في لغة علم النفس والسبب هو الأغاني اللي سمعناها وقت اللي كنا في الليسي وفي الكوليج معناها فما بلاي ليست فما خليط متاع الأغاني خلينا نطلعوا هكا طارق أكدت لي خذرنا طبيبي قال لي تعاني من سكيزوفرينيا عالية جد صحيتك وأنا توا باش نحكي لك فما الأغنية هذه طارق كانت تعتبر من الأغاني الراقية في الليسيات يسمعوها الناس اللي راقين برشا الأغنية هذه ضربت مدة كبيرة برشا كي تعدى قدام الليسي قدام كوليج ديما تسمع الأغنية هذه شوف تذكرها ليش هي كيفاش انا وهذه وصل لي الطش نتاع هذه جات زاد معها التيكتونيك انا ما طشيتش التيكتونيك هكا وكل وجات معها الكوب دو شفو كل كوك وفي الليسي كلهم يتكنترو اللي عاملين كوك في شعراتهم كان اولاد المعلمين ولا ولد المدير بيصير اللي هو انت امتي شعر كيسر خايب دوك ما تنجمش تعمل كوك ميرسي اي عسل كوليج نتاعنا اخي من الصغر هو شعره ليه يطلع عجيمي كيفاش غزر لي بتاع ما تسكت ليش اما الكوك هذاك وجد جوس بعد الكوك هذاك كجيل بالالوان فما الجيل دوري وجيل ارجنتي حسيت جيو مع الغنيات هذو اما ما عادش تقول لي يتكنترو الكلام ذا اللي حكيت عليه تقول لي يتكنترو على جيمي عوض لها كلمه يتكنترو بحاجه اخرى تتعدى يا حسرة على الكلام الموزون والكلمه الذهب كي تخرج من اللسان والحروف المطروزه عبد ما عادش تعرف تحكي تعرف يا اخوي نرجع عشان يتكنترو قول يحكروهم على الاقل نرجع خاطر عندي برشا ديزيكستريب باش نسمعهم لكم الكلام ذا اللي حكيت عليهم ليديا ذوما اللي شعراتهم كوك ويقطعوا من القرايه وغايبين وكل شيء جينيرال مون تلقاهم حاطين الاغنيه هذه في ليزيكوتور نتاعهم اعطيني سترومايي بوبا بابا مامو لي كاتي زولي بس تشوني مو سي زولي بتبسي تبي بلا كاتيسمو حافظها طارق اسمع هذيا جوست بعد ما ياخذ تسال وكي عمته الدوزيام تروزيام انا نتاعو في الليسي تقولوا شنو باش تعمل يقول لك انا راني طالع لوروب خويا راهو بعد الباك نهبطوا لفسي وقول فسي الفقره تبدلت وليت ماروني عندي الاكستري وليدي تعلق تعاون فيا غرت انت مش هكاك خاطر الرافي خويا فيها القصب حبيت نقول انا قبل ما تجي تشكي لي انت بعد تقول لي ما عادش تخليهم يقصوا لي الهبال طارق اما كي تقصوا في حاجه بيه مش كيما قصان معناها نتاع زميل تاع زميل ما نسميوهش البرمقلي راهو حاجه باش نحكي لك اسمعني البرمقلي راهو يطيحوا فيك لولايه كانت تسب ظهر لي حاسه طايحين فيه هو لولايه رد بالك رد بالك تسب البرمقلي صحيح معنا وليا ورانا دعاوي الخير دعاوي جدودنا تسبني يطيح فيك الدعاوي انا ما نحبلكش الشر اما الولايه ما يسكتوش يلا سيدي علي عزوز تعرفوا سيدي علي عزوز بيان سور جدي
قدي عنده من جد بالله سواء سيدي علي عزوز جد وسيدي بوسيد سيدي علي عزوز جد بو اما جد ولا تعرف انت شكون جد بوك هو يقول لك اسمع انت بلي جد بابا جد بو كان جد بابا نفسه خيت اشوف القصبجي نرجعوا نثبتوا القصبجي نرجعوا للقصبجي باش تفهم طارق اللي احنا جيل مضطرب على الاخر فما الاغنيه هذه اللي ضربت زاد البريود هذيك اضرب معلومين اغنيه ما فيها حتى كلمه اي بار كونتر العبيد الكل حافظينها دوب ما تتحط تلقى ناس كل داخله بعضها وكانت حتى في العروسات يحطوها هي تعطيني يا يا حسره يا حسره يا مريم تي تي با با تي تي هذه نعرفها هذه نتاع الجرانه الخضراء الاغنيه نتاع الجرانه الخضراء دايوغ عاودت توا رجعت توندونس مش نورمال كسوا عملوا عليها تشالنج تيك توك موجود في الانستغرام راهو فوق على الاخر مش نورمال معناتها اوكي دونك نواصلوا طارق في القصبجي فما جيل التكتونيك اللي حكيت لك عليه وهاو منين بديت الفراريت هاو المنبع منين جاء هاو باش نعطيك توا اصل الفراريت كيفاش بدا يتكون في تونس ومن بعد كيفاش تغول وتفشى هذيا جد بول الفرير العجيب يركز الفيروس هذا نتاع الفراريت بالاغنيه هذه يا طارق قداش سمعتها وانا صغير يلا مازالت الركزه شقبت كان هذا مع الغنية كي تحس في لميستا إلى هون على جنب دونك هذي تركان وفما هذي سايد كيك نورمالمون هكا اسمه سياد كيك سياد ليون ليه غادي غلط على سايد سياد كيك سايد كيك سايد كيك سايد كيك هذي طارق ديما كي تمشي للسواريات هكا للطيارة على الاخر في الحمامات فهمتني ديما تسمع الغنية هذي وتلقاها مشتح عليها هكا بالفازيت وبالدنيا اوكي شافل دانس يلا علاش ربطت سواري طياره بالحمامات سامحني قليلي بالحق في طوندون سورتو شنو انت شخت على سهريات ها لقيت عاد جوك عاد شيخت لي اسمع جست فما بيريود بالحق فما بلاصات معروفه مش نورمال في حمامات حبيت نقولها انا نجم نسميها اوكي امانه ما مشيت ليش وقتها ما نجمش نمشي لها وكل اما خويا كان يمشي لها ما كنت ديما متبع وكل طارق استنى عاد خلي نحكي الاغنيه مراه تعيط على راجل ويترى فيهم الرجال وزي هكا وفيت الاغنيه هذه ديما تلقى واحده ما تشربش كي ماذا بيها تقرا قصه وتلقى جماعه ما تغزل لهم كي ما تفهم حتى شيء عاملين جو قلت عليه فزاني على اغنيه مش نورمال ليدي هذا مواصفاتك انت لا لا انا عادي نقرا الكتاب على الاغنيه كيما هكا ابو سيب نجت حاليه دونك نواصلوا طارق فما اللي قلت لك اللي يعملوا شعرهم كوك وكذا 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 وفما كل وليد يبدا يقرا معاك اما هو نورمالمون ديد هو البروف انا فهمت هو يبدا يقرا معنا اكبر منك البروف يقدروا يقدر صحيح يلحق معاهم ولا يقدروا على الاخر جينيرالمون تلقاهم مغرومين بالاغنيه هذه برشا وقتها يلا هي طيب عطينا سيدي خبر البوليسيه طلع للناشينا لمزيغ لحظه ماهمش لمزيغ برا السمك الرومان اسمعني خرجوا عليا رجع لي احمد العجيمي هذا راجل كبير ركيك برشا البرمخلي قد بوك خلينا نكمل يا عايش انا قد بوك يا برمخلي يرحم ولدي وبوك صاحبي يا خلينا نكلم يا برمخلي يرحم بالقدر انا وياه هو برمخلي بو طلع مدير مكتب وانت طلعت شنو هي انا مدير جامعه
يا وبوه صاحبي ومروان تربى في حجري بوست مدير جامعة على وزارة شؤون دينية في بلاش بيه في بالك في بالك لمروان تولد في داري وين في الحوش تقولش انت ولدته هبطت هبطت برشا صوات ابو اي عرفته موهوب هبطت بكي بكيت الغنوشي بكي بكيت عبي بكي بكيت الرابوريت وحده مرة مرة وحده موهوب ياسر موهوب ياسر موهوب برشا برا مروان هيا دونك الواسل قلت لك تارق البريود هذيك كانت برشا توندونس هكا الفيتورينغات ما بين مراه الشابه والشاب اي الشابه لي جون يتلموا لا الشابه لا تاع الراي الشابه والشاب فلان والشاب كذا في البريود هذيك عبله وسلطان كانت تذكروهم راه وعملوا دي تيوب دي هيت قلبوا بهم الدنيا عبله والله يا سلطان عملوا دي هيت استنى باكش نعرف الغنيه قلبوا الدنيا هي تعطيني نسمع مع بعض سلطان تيتانيكا يلا 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 تيتانيك ما همه الخبري تنسميك ما هي مرسول الحب أذبت القلب ذكرها لي نذكرها لي نذكرها تقول لك ويه بيدي وقتها بالضبط دخلت لنا الدخان الجزيري هما هذو بيدهم يرحم والدين صح فكره الاغنيه صحيح لحظه نكون وصل لك فما قلت لك ديت كبار برشا راه عبله وسلطان فما هذه زيد من بعدها شبيك يا نعرفها باز الاخيره هذه مروه هذه الاخيره بتبيع نسمع مع بعضنا هي طيب يا حب الغفله ما ضربتش هذه وحب الغفله عمطر اريد جنزر يا علاش هالك خاوتي تجيبوني يا عنتر عنتر على جالك خيل على جالك خاوتي ضربوني انا مصدومه صدمه ليديائيه كبيره صغيره مصدومه بجد ومش بنطق ولا والله في نفس البريود انت كرك تشوفوا بليل العريبي راهو حاجه مش نورمال هذه وقت هذه ضربه في حي النصر هذه في القوي في حي النصر حطوا فيها تيتانيك كتبت معاهم الاغنيات ولا شنو؟ يعني تذكرت وانت مشيت قبل كانت اللوكاسيون الكراب سمبول افون اللي حفظناها فهمت تعدى في الحوم كتابه زاده للاسواق صحيح تفصيل برشلونه كيما اغنيه يا ليلي تو دندنها واحده كنت ما سمعتهاش عبله وسلطان وقتها عملوا حاله اما راك نسيت برشا اغنيات انا الغلطان مش انت عديتها بالمره الاخرى اما ذوما كنا نسمعوها بريود اللي غابوا شويه نجاحات الفنانين التوانسه مروان بعد كي رجعوا الفنانين ونور شيبه وجا وشمس دين باشا لا هو الراب رجع السكسي التونسي الراب شكون عشت هذه انت نحسك انت عشتها فازت كي تسمع اغنيه ايهاب توفيق تترقع فيا وانت ما عندك حد في حياتك تترقع فيا تترقع من الرجاء انا قبلت تترقع فيا نسمع فيها على ذاك ما وصلتش في علاقاتك تترقع فيا تبكي انا زي ليديا تولي تبكي راه صحيح انا قبل كنت نبكي وما عندي حد في حياتي أكيك أكيك من الغنية ذيك برك عملت سيناريو في مخي لأن حبيتها وخانتني ومشيت وتترجع فيها وهو شيء دوك مروان قلت لك برشا فنانين بعد جاو في تونس واكتسحوا الساحة ولينا ما عادش نستحقوا المنتوج الخارجي الحق نتاع ربي بعد البريود هذا قبل الثورة بالضبط هما الأغنية 2008 9 حتى كشي 10 بعد 2011 الثورة الموسيقية التونسية صارت مع جماعة الراب معناها وقتها بلتي وكافون وحمزاوي حتى الفنانين الشعبي بعد من بعد رجع الفن الشعبي بالشباشير شكون فنانك كما تارت شكون فنانك الشعبي المفضل العجيمي 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 فنانك الشعبي المفضل ولا برشا والله واحد لطفي جرمان الله يرحمه لطفي جرمان الله يرحمه بلال العريب ليلا نغني ولا نمل حتى نشوف الجو حفل التي الكل ليدي مصدوم ولا مريض ليدي فنانك الشعبي المفضل ما برشا ما عنديش سبيسيالمون هكا مروان هادي الدنيا هادي الدنيا وي ليدي هادي زيد اختار واحد هادي الدنيا زيد اختار هادي الدنيا ليلي سان هو اللي غني غنيت فما شمس الدين باشا شمس الدين باشا زيد فما شمس الدين سنة في التلفزة شمس ونجوم عندك انت علاقات في كرتاج انا خدمت معاهم جماعة كارتاج بلوس هذوما اما راهو كي يمشي يدوروا عليا راني امبوسيبل وانا يعني شموسه محبوب اما تورات لعلكم من بلاصه اخرى ما فماش على خاطر تو تشوفني على خاطر حسب الستاتيو اللي هبطها سمير الوافي كان حكي على البرمجه بتاع كارتاج بلوس ما حكيش على شمس الدين باشا حكي على برشا برا اما جو بدايه فما عبد اللي في كارتاج بلوس فما سامح مفتاح فما بديع من جمعه وفريق الرياضه نهار الاحد يرجع سمير بهالتجربه ونهار السبت قال برنامج جديد مختلف باش يكون سهريه السبت مازلنا نعرفوا شكون اهلا وسهلا شكرا يعطيك الصحه على توضيح هذا سي طارق الحنيشي ان شاء الله باش نشوفوا برمجه قويه برشا في قناه كارتاج بلوس باش نشوفوا برامج لطيفه طريفه
يعني وباش تاخذ برشا باش تكتسح ان شاء الله قناه كارتاج بلس تو سامبلومون خاطر يخلصوا فيا وخاطر نخدم معاهم. واضح. ثم زاد عفيف الغربي. أما اشتقت لقناه الحوار التونسي وال وما احلى العوده اليه. وما احلى العوده اليه. واصلين معاكم حتى للعشره متاع الليل محمد جبالي وراجعين. 38 دقيقه موصلين حتى العشره متاع الليل. السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تتابعوا فينا كالعاده تنجموا تفرجوا فينا عشان يوتيوب اف ام تي في ولا على الباج فيسبوك راديو اف ام. يميني مروان بوزيان. مونغاتي. شمالي ليدي العسلي. هلو. محسنا نبي احمد العجيمي. اهلا وسهلا. وبلال العريبي. احلى ناس. الى تلمي واي توتسويت يا احمد العجيمي. Nouvelle génération. Everybody wants to live together. Why can't we live together? Tell me why. Tell me why. Ooh. Why can't we live together? إحصائية تقول. أيواش. إيش تفهمنا على إحصائيات؟ نبدأ واضحين للسادة المستمعين اللي ما همش قاعدين يتبعوا فينا واليوم التحقوا بينا وقاعدين يسمعوا فينا. باش نفاجئك مروان. أنا راني يتوينسة راني من صدق كان. احصائيات الزرقوني راي بيبي ذي تعم فيها راوكي تجيب لي احصائيات اخرى ليش تابع الزرقوني راني ما نصدقهاش آه الزرقوني وعيش تونس هما ثاني الناس انا نصدقهم انا طارق نصدق كن مميتي الله يرحمها الله يرحمها ماكش تشارك معانا تو بشارك خاطر جدي مازال حي اوكي الاحصائيه ذي ما قلتلكش انا مروان مفاجاه انه بابا عمل شركه بتاع احصائيات ايوه تصدق بابا ولا اكيد لا الإحصائية تقول إنه 84.76% من التوانس مش صحيح هي حسب لنا الباقي شنو هي 84.76% من التوانس هي سي المحاسبي شنو هي 84.76% من التوانس اش بيهم عطينا الباقي قديه الباقي عندك مو في ورقة كي تتصب لهم الشهريه بعد جمعتين يدخلوا في الروج 84.76 حسب شركه بابا جمعتين شنو هو جمعتين جمعت الاعلام بالحق قداش تهولوا في الامور جمعت شنو هي لله الاعلام بالحق راهو انت وين تتعدى في وسيله شنو هي اعلاميه في التلفزيون وين تخدم البارح وسيله اعلاميه زيد واضح اللي عندك فيه 300,000 شي تسمى وسيله اعلاميه توسط تواصل اجتماعي بيت كيف كلك الفخو هاي قولي لي قلت لك ما مش جمعتين ساعة وما جمع عشرة ايام اي وحنا ديجا نبداو ديريكت ما نخلصوا في الجون نتاع الشهريه الاولانيه نفل الفروي احنا ثلاثة ايام بعد ندخلوا في اي تفضل بالحقك الراجل الكبير قلت لك راه يوتر على الاخر نستني حتى شو كنت لا بتكلم حرام عليكم والله نسيت كان نسيت اشرب كاس خلو عندي فكره باش نقول انا نسيت النسوه لحظه خلينا نحكي عن النسوه اشرب كاس لا ولا ظلمته ولا لا تكلم كان نسيت اشرب كاس خل بالسكر ترجع نس كل واحد بيش سمعوني الولاد كل واحد باش يتكلم فيكم باش يخلي تو الكاميرا على البرمق كل واحد فيكم باش يتكلم يخليك يا بابا مروان 84.76% من التوانسه اي كي تصب لهم شهريه بعد جمعتين يدخلوا في الروج طارق ما فماش ما فماش مساواه في الروج طارق على خاطر مش الروج قلت لك البنوك ما فماش مساواه لا فما اي برا مروان على خاطر ساعه ساعه ترى مثلا موظف ولا انسان يخلص شهريه ماهيش قويه برشا اي مش قويه يضرب بالنهار كامل وهو نهار كامل يا حسره قبل النهار كامل كان يتعدى طويل طارق كمل لي مروان علاش النسبه هذه من التوانسه في ساعه يدخلوا من الروج قلت لك على خاطر يا طارق ساعه خلينا نحكيوها في الروج على خاطر الدنيا غليت وعلى خاطر الشهريه ما عادش تتقابل مع المصاريف وكل شيء تخلص مليون ونص تصرف 4 ملايين خليني نحكي لك قلت لك الروج يا طارق فما كي تلقاه مواطن داخل على 100,000 يدخل باللي يقول استنى الشيف داجونس خرج يرجع شيف داجونس مشي يفطر يرجع العشيه ما يمدوا له 100,000 وساعه ساعه ارجع غدوه وما فماش وكذا ويدخل واحد اخر يسيبوا له 10 ملايين روج هذا هذا على شنو يدل شي حاب يتوصل انت حبيت حبيت انت حاب مروان شو جاي اسمعني يا اخي فكك يعني جيب لي هذا البرمقلي هكا توا يعني تزيد كلمه اخرى راني باش نغادر يا حبيبي لانه هذا قله احترام للبرامج قله احترام غادر سكر الباب لو تجبرني صبرنا الباب كي يقعد محلول راهو مش باهي لو تجبرني اني نخلي واحد فيكم سي صافي ولا سير برمقلي راني باش نخلي البرمقلي خاطر ينجم لولية تيحو في لولية سخون سخون سامحني سي صافي وترتني بالحق بسم الله عليك لالا انت وينو سفسريك الساعة بلال 84.76% من التوانسة احصائية عملها شركة بابا جديدة كي تصب لهم شهرية بعد جمعتين يدخلوا في الروج نحكيو سيريوزمون شوية تلمي واي تلمي واي عليه علاش لماذا
هذا نحكيو بوركوا. شوف سي البرمقلي انا راني نضرب شويه خاف منك انا عنيف شويه صحيت نعرف قالوا لي بعضنا نحترموا كيلي جدي على جدك لا جدي ما يعرفش جدك فهمتني يعرفوا لا مانيش انا جاوبني على احصائيه يا خويا بلال استغفر الله العظيم سي البرمقلي سامحني يا اخي تفهم عبيد تحب سامحني في الكلمه طارق العبيد تسمع فينا ما بعد في الاوف تنفهم فهمتني في الاون في الاون امشي اي دونك طارق قلت لك سيريوزمون نحكي شويه نمشي مع بابا ساعات الخدمه نتاعو دونك نقعد على البي سي من غير ما نشر يتعداو عليا الكونتو على البيسين على البي سي بي سي يتعداو قدامي كونتويت تاع العبيد معناها نشوفهم في الروز فهمت دونك بالرسمي حاجه جراف على الاخر انه ستر معناتها الكليونات نتاعنا في البنكة كلهم في الروج وستر انا ستر قلت لك ستر الكليونات نتاعنا في البنكة في الروج عندكم بنكة هما بابا يخدم في بنكة بو عندنا بنكة ما نجمش نعمل على البيوب بالنسبة ليك بوك اذا يخدم في بنكة هي نتاعك نعرفها اسمع مروان انت بوك يخدم في المكتب معناها ماخو فرع مش نتاعو تيجيني بنك انت بوك يخدم في المكتب معناها المكتب نتاعكم بتبيع وين اللي نحكم فيه انت بوك احمد يخدم في مثلا نقولوا في بوست هل البوست نتاعكم نتاعنا ليدي هو احنا في العطار كنا ندخلوا في الكريدي في الورقه الثانيه نولي الحانوت نتاعنا انت تعتبروا تبعكم انتم فما خبر جاني مروان توا في سوسه موظفه في بوستة سرقت 60 مليون من حساب حريف في البوستة أي. فما مواطن يمشي البوستة وسبب 60 مليون معناها قوية برشا الفرصة عندها حق تسرقهم له ابو كي عندك 60 مليون علاش مش في البنكة بالله ما عادش تقولها ريت وترني والله وحدي ما عادش تقولها ريت وترني بعد شوية يصير برمقلي وباقي الفريق نرجع معكم على الاسم الجديد للفيسبوك الاسم الجديد سيكون قريبا في القاعات اسم ميتا اسمك كعك ورقة ميتا هو الاسم الجديد بعد شوية نحكيه عليه اقعدوا معنا راجعين مرحبا بكم ليلي معاكم تستنيوني كل صباح من الاثنين للجمعة 9:25 دقيقة ناخذوا شحنة أمل وتفاؤل وحب ما ننساو السهرية كل حد من 8 إلى 11 تعديد استخدي دي على أحلى راديو راديو إي إف إم إي إف إم نوفل جينيراسيون طارق الحناشي 9:46 دقيقة مواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل معنا مروان بوزين ليديا العسلي هلو هلو بلال العريبي مرحبا بكم أحلى ناس مونغا سور العجيمي مونغا سور مونغا سور الفيسبوك من فيسبوك إلى ميتا بعد تغيير من مارك زوكربيرج لا نعرف السبب ميتا ميتافور معناه ميتا هو ريتو حتى كان حب يسهل معناتها الاسم ميتا باش تولي مينا على ميلا على ميدا الاسمي الكل باش تدخلوا فيها اما باش تنطق صحيح صحيح راه امبوسيبل مروان وي ميتا الاسم الجديد ميتا سعاد شنو هذا سامحني شنو هذا احمد العجيم شنو ميتا الاسم الجديد الفيسبوك انا ما نتصورش شغل مارك عليه عنده الحق معناها تقرروا تصوروا في مكان اي في مكان انت باش تعمل كونت في الميتا ديجا عندي فيه الميتا سابق عصرك بتبيع كيفاش عملت كونت كان فيسبوك هم في بلاك ستارك ديريكتومون باش نطلقوا في منظومه الميتا انت تخايب تعمل كونت اخر يا اخي عندك منسان طارق بلال شوف بابا نعطيك على السميه ميتا مي فما حاجه في تك تك نفسرها لكم في 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 جي تي اي ار بي لعبه هذه اسمها ميتا جيمنج اش معناها ميتا جيمنج كيما نقولوا احنا انت قاعد تستريمي تلعب فما شكون يجي يتفرج في اللايف نتاعك ويعرفك انت وين البلاصه ويجي يقتلك اكزامبل تتسمى ميتا جيمنج مارك زوكربيرج اخر مره كي اخترقوه قال مادام هما اخترقوا الفيسبوك دونك انا باش نبدل اسم الفيسبوك وحاولوا مره هذه تخترقوني في الميتا دونك باش يخترقوه باش يبدل اسمه مره جاي تونس دونك تغيير اسم الفيسبوك هو تحدي اسمه ميتافور تحدي من مارك زوكربيرج تحدي من مارك زوكربيرج قالوا مش اخترقوني والله انا سامحني انا حاسه اللي باش تطلع الحكايه بسيطه برشا على اللي تقول فيه انت نتاع قال باش نبدل ما تنجموش تي ما تنجفتنا انا قلت بتاتخ تطلع لحكي اسهل برشا جوست قامك يا ورقد قلق سبحان الله واحد يقلق حتى من روحه ما قامش نبدلوا الاسم متاع الفيسبوك بحاجة واحد اخرى تكلمت لك صاحبته قالت انا نحب على اسمي وتكلمت ام وربي فضلها قالت نحب على اسمي شكشك الزوز مع بعض ما انا الاسم هذي لا جيمينج لا تخلق رجلة مروان انت شي مشكلتك بتاع تغيير الاسم صبر يا انا طارق قبار تغيير الاسم نحب نعلمكم وانه انتم ما ركزتوش فيها شبيك يا احمد شبيك لاباس بلي شبيه يا احمد العجيب اعطينا كاميرا احمد العجيب شبيك يا احمد العجيب شبيك لاباس خويا انت على تغيير الاسم على فيسبوك
على ميتا على مارك زكربيرك علينا مش عامل كونت جديد انا خذ الليديا تحكي بحكي مش مفهومة وليش خلق سيبا بيه مروين شي مشكلتك بدا هو تارك مع تغيير الاسم الناس ما تعرفش اللي ما عادش متاع مارك زكربيرك الفيسبوك الفيسبوك شريوه أدراك اه وي واللي تقلب انت ميتا تقراها بالعكس تولي اتشم اي اي يا احمد شبيه انت شي مشكلتك مع الفيسبوك شكون في العائله باش يتعبك في الفيسبوك امي يا طارق امي باش تعبني يا طارق على الفيسبوك امه على خاطر شنو صاير سيبو سيبو على روحه قول لي شي مشكلتك مع الوالد قلت لك انا بالسيف ما اقتنعت لي باش كيفاش باش نفسر لها اللي راه ما عادش فما فيسبوك ورا ولا اسمه ميتا ورا هو بيتو نفس الكونت اسمع العجيم عاش بجد يتنسكم كالعاده السكويد جيم يلا 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 سمي لي حاجة موجودة سمي لي حاجة موجودة في أرز تونسي واللي عاود يخرج ثم واحد فيكم في ستة ثواني لازم يسمي لي ثلاثة حاجات سينو يخرج مفهومة ولا ايه مريم بزين حاجة موجودة في أرز تونسي يلا زغريت زغريت بلال عريف فرقة ليديا فما لحمة شي فما لحمة باهي أحمد العجيب بقلاوة 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 باهي بلا عرس ولا حنة ثبت في عرس تونسي يلا بسرعة خرجت خرجت سايس أسلمت خاطر بلسة حاجي تقولون بار ما توفيش أيوة كريسي اقتلني اقتلني عاد الناس كل تحب تفهم الحكاية تدخل على سور يوتيوب على اي اف ام لو تفهموا الحكاية بلال يخرج دونك بيه مروان خويا كريسي بيض حاجة في عرس تونسي كريسي بيض بلال احمد امراه منبوذه امراه منبوذه ليديا نحب سيترونات دمان الفريز راني ما نشربوش العجيمي ثلاثه حاجات سته ثواني صاحبه المراه المنبوذه بول المراه المنبوذه والعروسه باهي مروان حاجه بركه العروس ثلاثه حاجات في العرس التونسي المكياج الروب والفرقه مريق ليديا ثلاثه حاجات سته ثواني بنتي ساعه ما تاكلش اللحم تحب اسكالوب هذوما ديجا سته اما كمل على الجو تحب كيوي انا ماذا بيا كيس كيوي وشويه ماء فضلك رانا عطشنا ليديا تشاو مروان والعجيمي زوز حاجات زوز حاجات مروان قول لي خويا زوز حاجات ابو العروسه اي وام العروس العجيمي صاحب العروس صاحبة العروس هاك هو مروان ميكروويت حاجة العجيمي حاجة كريسي أمكحل باهي مروان استنى وين العرس اللي شانتور 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 العجيمي ساعة وين كريسي كحل كريسي كحل تبع عالي العروس خاطر مقسومة الصالة اللي نحكي عليها هي؟ كريسي بيض وكريسي كحل باهي مروان يلا بسرعة بقلاوة 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 تقالت دونك مروان قال 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 ليه هو يحكي بقلاوة بالفصل سي بون سي بون العجيمي ربح أنا فهمت أوكي سي بون تعرف لست محايد احمد العجيمي ما متش راني ما زلت نتكلم انت الفائز احمد العجيمي ميرسي بوكو شكرا للناس كل شجاعتك عرفت مروان كانك اللي ياكل تريحه يقول ما توجعش فهمتوا علاش كان يضحك العجيمي قبيله على شنو لانه الفائز في اللعبه القادمه ما تفكرنيش يلا دزويتش تحب تقول له شنو تحب شنو تقول اللي جاب فكره السويت في الاوتيل شنو شامبر سويت في الاوتيل نبدا مروان اون فيت طارق با كنا كل يوم ضحك برشا عليها با كنا كل يوم نمشيو الاوتيل بابا خاطر ديما ناخذوا هكا بلوزيور شامبر تي فوا احنا في الليل نحبوا نسهروا مع بعضنا في بلاصه واحده دونك حكي مع بوروني ترابلسي وقتها قال له يعيشك يا بوروني علاش ما تعملناش دي سويت وهكاك نوليو الفاميلي كلنا مع بعضنا وهكا سويت كبير ونقعدوا نعملوا جو مع بعضنا هذا صاحب الفكره دونك بابا صاحب الفكره اما راه تقدم فيها خاطر قيدها بوروني باسمه من بعد كي بوروني ترابلسي هاي روني ترابلسي ومن بعد كي شد روني ترابلسي وعد بابا وانه باش يعطيه الفلوس والتعويضات على الفكره نتاعو الا انه تحت الحكومه اوكي ليديا وفيد انا برشا ديما يسالوا على الديفيرونس انتر سويت والشامبر فهمت شوف كان نقرا اوتيلغي دونك انا عادي نعدي عليها دوفوار كامل هذيا بالمتراج بالبيوت بدرا شنو واش فما واش ما فهميش دونك انت قاري عليهم هذوم نورمالمون اي نورمالمون ما تخدش دونك منهم مره فما شكون نقطه في الريسبسيون انا نعم في ستاج نتاعي قال لي شنو هو الفرق بين هذا وهذا وي. انا نسيتك اللي كور نتاعي وحبيت قال لي نفسر له بالفلاق تتفلسف قلت له شو سهله برشا كان باش تاخذ شامبر ونقول لك هاو اللي مفتح وبرمشي لوش
برا لوج على بيتك، وكان تحب على سويت تنعاونك ونطلع لك معاك الفاليز وكهو. هذا شنو الفرق بين السويت والفالي ولا والشامبر؟ احمد العجيم قال لي هل بت نهار في سويت ولا بت؟ ها بت بت في سويت. شنو تقول لي جا فكره سويت؟ شوف الريسبسيونيست شو شوف الريسبسيونيست هو يفهم اكثر. مو توي توي فسرك شنو سويت. انا كليون طارق باهي تو نشوفوا نرجع لك بلال العريبي. هما راهم يخدموا اكثر سيتات الانترنت طارق تلقاهم معناتها يخدموا في حاجه قرينه فهمت. سويت 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 هذيك سيت. انت الفرق بين الشامبر والسويت شنو يا العجيم؟ اسال الريسبسيونيست يحب بس البرنامج اسي علي اش بك تعديت كاينها نورمال. ايش باش نعملوا بلال العريبي؟ ايش اللي فهمها سيت يا اي قلت سيت الانترنت معناتها قارين برشا دونك يخدم السيت ساعات يخدموا حاجه باهي. استر ربي ما قالش هذا على سيتو هو فذلك معك طارق. دونك نحب نقول مش اللي جاب فكره انت السيت اي السويت نحب نقول اللي سرق فكره السويت التونسي اللي عملها في تونس. وين عمل؟ فما كب دوبان في السويت. صحيح راهو ما يقصش في السويت. اي دونك السويت ديما خير من الشامبر العادي. صحيح اي لا في تونس سرقنا الفكره نتاع السويت دونك نحب نقول للوتله في تونس برا شوفوا الفكره الاصليه نتاع السويت. راهي غاته اللي في تونس دخلت السويت في تونس بالرسمي ما فماش لكن ما يقص فماش مسخو. شنو تقول اللي جاي فكره السكما مادام نحكيو على السكما؟ خلينا نبدا بالعجيم. هي اسمها سكما طارق. لحظه ساعه لحظه عندي تساؤل. السكما اللي بتسعى اللي بتغشش مروان لا يا عمي علاش تحب تغششني بسيف الملامح بتاعك تغش سامحني قاعدين يدي مانيش متغشش يعني. اي باهي علاش بالسيف تحب تخرجني من غش والعباد قاعده تسمع؟ انا حاب نسالك السكمان هل هو كيما نتاع تسعة ملايين نتاع نجلة بودن ولا السكمان نورمال نتاع انسان نورمال؟ ايش فيها هذه تغشش توا هذه يا احمد توا فيها غش هذه توا. السكمان نورمال عندك الحق مروان. مروان عندك زهر طارق كمين انا عندي الحق كل مره. اعطيني شيء تقول لي جا فكره السكمان علاش حطوها على الكتف وهي سكمان؟ وين تحب تحط بابا؟ في الماء. في الماء باهي. ليديا هو ما في بالوش اللي عمل السكما اللي باش يجي نهار معناتها باش تلقى فيه ميكرو على استشوار على بروس نتاع شعر على مكياج على بابيو مشوار على ساعاتك البيبرون كوش نتاع الصغار كل شيء معناتها تلقى عاده الاكس نتاعها في ساكا. بليل ما جابش هو الفكره سرقها من الكونغورو ناطرها عاد مادام سكما سرقها من الكونغورو هي المانسبيري فاست ساك من الكونغورو راهو. اوكي اما طارق اللي صنع نحب نعمل تحيه لهميمه عمران ونحب نقول اللي صنع السكما ما كانش يتصور اللي هي بشتة صغار للحجم هذي اصغر شوي هكا خاطر وصل للسكما ولا قدن هكا اصغر وعلى الاخر ايوه بدا سكما لين ولا هكا الى مرحله كبيره جدا وليت سكا دواء به. شنو تقول مروان مثلا الانسان مثلا يعمل نفس اسم تاع برنامج اخر مثلا انا نعمل اسم برنامج اسمه حاجه وتجي العجيمي يعمل نفس فكره البرنامج سرق ها؟ شو نقول سرق؟ جملة واحدة؟ لا 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 انسبيراسيون؟ لا انسبيراسيون هكا ولا عنا جوز برامج بالصدفة أبارامون جاو فرد اسم اللي هما برنامج مريم بن مامي في كارتاج بلوس برنامج أسماء بن عثمان يذولي على حوار تونسي دونتيل ها؟ أسماء بن عثمان ليه؟ أسماء بن عثمان اسم بن عثمان هكا ولا اسم بن عثمان كيف عاد وحده دونتيل على دونتيل وحده دونتيل على دونتيل وحده دونتيل معناها ما تقولش بالانجلي لا لا زوزه برمون على حوايج فما انواع فما دونتيل على الجيبور فما لا عصوا فما انت والتيسو اللي تحت الدونتيل موسى الحاج الحاج موسى تشنية سوز ما عندها فكرة مسروق انا نحب مريم بن مامي برشا واصحابنا وياه دونك نشجع فمريم نحب نشجع دونتيل متاع مريم بن مامي خاطر فيه هكا ذوق اكثر فيها ريشيرش اكثر سلم عليهم زوز اكثر من دونتيل متاع اسمه انا بحكم اني اصحاب معهم زوز نشجع خماسي شو لا برسمي انا بحكم زيد من اصحاب معهم زوز نشجعهم زوز ربي يوفقهم دونك مش فايدة في المحتوى انا اكثر دونتيل عجبك اكثر دونتيل طارق دونتيل اللي تلبس تحت السفسيري تلبسوا كيك لو نعملوا هكا للتقييم للدونتيلات زوز موجودين قدامنا موجود بتاع مرام ولا بتاع مريم مش مرام اسماء ومريم اسماء مش مرام ساره اسماء ومريم اسماء ومريم انا من رايي نعملوا فوت طارق شنو هات ليديا ترى هات ليديا شنو ليديا ليديا من قبل تعيط لي ما فهمتكش قول لي نحكي على الدونتيل يعطيهم الصحه محليهم الزوز بالتوفيق للزوز ان شاء الله فما باركونتر اختلاف انا ما فهمتكش ما فهمتكش على شيء تحكي عليه. مشكلة تو في الضيف اللي ماشي تو. الضيف اللي وين ماشي؟ يكلموك. يا ودي مش برنامج ضيوف يا هلية. انت ذولي دخلت بعضك ولازم ينهزك لك البلاص. فهمنا. فهمنا. والله عندك حق انا بدي راسي بدا يوجع. هات مي لاي هات سيدي مشي.
ليدي العسلي فرضان بعدنا شويه في السهريه شنو حبيت تقول لي قبيله لما نجمش نخليك من بعد في السهريه مروان بوزين لقيت واحد مثلا سارق لك فكره نتاع برنامج وانت في السهريه كيفاش تتعامل معه؟ اتون لا شو ايش نقول لك راهو الافكار ما عندي كان انا اي وكان واحد اخر باش يجيب سوا ديزون ديزيدي راهو نحب نقول له افكار نتاعي انا لحظه باركه جينجل ليدي العسل فرضا خرجت تسهر ولقيت انسان هكا سرق لك فكره برنامج كيفاش تتعامل معاها يا لي الدونتيل نتاعك مضروب هكا بلال العريف ايش يقولوا فكرتك توفه وافكاري ما توفاش احمد العجيمي نحب نقول له انت سرقت لي فكرتي اما انا فكرتي ديجا سرقها زادا احمد العجيمي مره اخرى اسرق على روح بيات الولية شكرا لكل الفريق مرتي بوكو ويقام في الاخراج حليمي ومنذر في الاعداد ويقام وايمان في الاف ام تي في هنتقابلوا غدوة في نفس التوقيت الى اللقاء تشاو تشاو اف ام نوفل جينيراسيون طارق الحناشي